السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن تاني محاضرة لينا من محاضرات الريكونستراكتيف سيرجري، اللي هي محاضرات إعادة البناء. طيب، في المرة اللي فاتت شرحنا الجرافت وعرفنا الجرافت بالتفاصيل بتاعتها كلها بكل المعلومات اللي عليها. النهاردة هنتكلم عن ايه؟ النهاردة هنتكلم عن الفلاب. طيب، ايه هو الفلاب ده؟ الفلاب هو عبارة عن تانج اوف تيشو، يعني جزء من الأنسجة أنا حركته من الدونر سايت تو للريسيبيانت سايت، ولكنه ريتيننج، يعني محافظ على all or part of its blood supply من الدونر سايت. يعني أنا خدت تيشو، سواء ده كان عبارة عن سكين أو عبارة عن مصل، يعني نفس فكرة الجرافت بالظبط، خدتها ونقلتها من مكان دونر اللي هو المكان المتبرع، وديتها للريسيبيانت سايت وهي محافظة على البلاد سبلاي بتاعها من مين؟ من الدونر سايت، من المكان المتبرع. يبقى هي هنا عكس الجرافت في ايه؟ ان هي هنا معاها البلاد سبلاي بتاعها. طيب، قال لي ايه الانديكيشن؟ يعني مين الناس اللي بعمل لهم فلاب؟ قال لي الناس دولت لو حد شخص عنده انجري، عنده اصابه وسايبه مكانها بير اريا. بير اريا يعني مكان مكشوف او مكان عريان من البون او من الكارتليج او من النيرف او من التندون او من الجوينت بتاعتنا. او لو شخص تعرض لاصابه والاصابه ديت كانت اريا اوف بور فاسكولاريتي، يعني عندي مكان فيه ديفكت والمكان دوت مش واصل له دم كفايه فمش هيعرف يلتئم بسهوله، فمحتاج حتى لو هحط اعمل ريكونستراكشن ما اعملش ريكونستراكشن بجرافت لان المكان ده مفيش بلاد سبلاي كويس، فمحتاج استخدم فلاب. يبقى قال لي زي مثلا ايه؟ الستات اللي بيعملوا عمليه الماستكتومي اللي بيشيلوا الثدي بتاعهم، خلاص، زي مثلا في عمليات البريست كانسر، المكان الديفكت اللي موجود عندنا بيكون اريا اوف بور فاسكولاريتي، ما ينفعش احط فيها جرافت، محتاج احط فيها فلاب تكون جايب البلاد سبلاي بتاعتها. البيت سولز، قرح الفراش، الفينس السر، القرح اللي ليها علاقه بالفينس ديزيز، خلاص اللي هناخدها ان شاء الله في الفاسكولار بالتفصيل، كل الحاجات ديت خلاص بيبقى ارياس اوف بور فاسكولاريتي مش هيحصل لهم هيلينج، مش هيلتئموا بجرافت، محتاجين فلاب. قال لي لو حاجه كوزمتيك ريزون، يعني لسبب تجميلي، زي مثلا اذى او جرح موجود في الوش، من الحاجات الكويسه زيها زي الولف جرافت ان انا استخدم مين؟ ان انا استخدم الفلاب، يبقى بتدي بيتر كوزميزس. قال لي لو حته هيري، يعني في مكان مشعر محتاج اعمل له كفرج، من المفضل ان انا استخدم فلاب. قال لي او لو عندي فول تيشو لوس، يعني عندي فقدان في الانسجه بتاعتي، جرح مثلا اخد كل السكنس من الانسجه، تمام، يعني اتشال الجزء ده كله الفول سكنس، يبقى انا برضو محتاج اعمل ريكونستراكشن ام لاب فلاب. قال لي او لو الشخص ده محتاج اوبريشن ليتر، يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا على سبيل المثال حد اتعرض لاصابه، تمام، دي مثلا ايه، ايد الشخص اهي اتعرضت لاصابه، طيب دراعه ده مثلا من ضمن الحاجات اللي اتعرضت فيها الاصابه الايه؟ السكين بتاعه مثلا والنرف بتاعه، فانا محتاج اعمل ريكونستراكشن، اعمل اعاده بناء، اصلح المصل، اصلح سوري السكين الجلد، وبعد كده اصلح الايه؟ العصب. فقال لي ايه بقى؟ قال لي ببدا بعمل ريكونستراكشن للجلد الاول، طب وبعدين؟ بقول للعيان بتاعي هعمل لك عمليه ثانيه بعد كده اصلح فيها العصب بتاعك، اصلح فيها النرف بتاعك، خلاص. طيب يبقى انا هعمل ايه؟ عمليتين. ففي الحاله دي ما ينفعش اقفل الجلد بجرافت، لا، من المفضل ان انا اقفله بفلاب، خلاص، ان انا استخدم تانجو في تيشو معاها البلاد سبلاي بتاعها، ده هيكون افضل من ان انا استخدم جرافت لو انا هحتاج اعمل ري اوبريشن. يبقى لو جالكم في الام سي كيو قال لكم عندي اصابتين، اول اصابه هصلحها بالايه؟ بالفلاب، وعشان لو ايه، لو عشان لما اجي افتح عليها تاني، اما افتح المكان ده تاني يبقى فتحه ما يبقاش عامل عندي مشكله. طيب ادي منظر اهو لواحد عنده حته فيها انجري وايه؟ انكفرد، هغطيها، احسن حاجه اغطيها بايه؟ بفلاب، يعني التيشو اللي هستخدمه، السكين اللي هستخدمه ده هيبقى معاه البلاد سبلاي بتاعه فنسميه فلاب، تمام. لو في مكان هيري اريا وفي اصابه، من المفضل ان الهيري اريا دي لما اجي اغطيها برده بفلاب، تمام. ولو حاجات ديجنريتيف ليجن او مكان فيه بور فاسكولاريتي، زي المنظر ده، المنظر ده منظر قرحه فراش بيت سور، الحته دي بتبقى البلاد سبلاي بتاعها سيء جدا، فانا لو جيت اغطي اعمل ريكونستراكشن للمكان ده واستخدمت جرافت، الجرافت مش هتقدر تسرفايف، مش هتقدر تعيش،
انا محتاج ان انا احط في لاب مع البلاد سبلاي بتاعها عشان اعمل بيها ريكونستراكشن. طيب قال لي ايه المميزات بتاعت الفلاب مبدئيا؟ الفلاب بيبقى عنده ريزمبلنس، يعني مشابهه للنورمال سكن، للجلد الطبيعي اللي انا حطيته حواليه، از ريجارد الايه؟ السنسيشن، واز ريجارد السويتنج بتاعنا. يعني السويت جلاند لما اخد السكن بالفول سيكنس بتاعه، انا هنا بقى لما اخد الجلد هاخد الايبيدرمس كله والدرمس كله لحد ما اوصل للسب ديرمال بلكسس مثلا، خلاص؟ فانا هنا محافظ على الايه؟ على النيرفات، الاعصاب اللي موجوده عندنا في السكن، محافظ على السويت جلاند، محافظ كمان على مين؟ على التكتشر بتاعته، خلاص؟ يعني ملمس الجلد هيبقى ايه؟ شكله طبيعي. يبقى دي كده، يبقى هو شبه الجلد اللي حواليه. اتنين، ريزيستنت للتروما، الفلاب لما اجي استخدمها مقارنه بالجرافت بتبقى ايه؟ تقدر ان هي تريزيست التروما، تقاوم الاصابات. قال لي عندها بيتر كوزميزس، يعني شكل جمالي في الاخر افضل من الجرافت، تمام؟ يعني في النهايه لما استخدم فلاب هيبقى شكلها احسن من شبه الايه؟ من شكل الجرافت، مفيش معاها بقى ولا هايبر بيجمنتيشن ولا كونتراكشر ولا الكلام ده كله. قال لي مور ديورابل، يعني بتعيش لفترات اطول كومبيرد للجرافت، وعندها بيتر سيرفايفل، يعني لما اجي احطها في الاول هتعيش معايا. طيب هنبدا بقى الايه الكلام بتاعنا، الكلاسيفيكيشن. احنا بنقسم الفلاب اكوردنج لايه؟ قال لي مبدئيا انا بقسم الفلاب على حسب الكومبوننت بتاعتها، هي متكونه من ايه. فقال لي لو متكونه من سنجل كومبوننت، يعني متكونه بس من السكن، نسميها سكن فلاب. متكونه بس من المصل، هنسميها مصل فلاب. متكونه بس من البون، بون فلاب. او فيشيا، بس متكونه من فيشيا، نسميها فيشر فلاب. طب لو كانت مالتيبل كومبوننت زي مثلا مين؟ قال لي ممكن تبقى فيشيو كوتينس فلاب، يعني متكونه من السكن والساب كوتينس والفاشيا. او مايو كوتينس فلاب، يعني متكونه من السكن والمصل مع بعض. او اوستيو كوتينس فلاب، يعني متكونه من البون والسكن مع بعض. يبقى دي اسمها مالتيبل كومبوننت فلاب. قال لي لا، ده انا ممكن اقسمها اكوردنج للسايت. يعني ايه؟ يعني على حسب المكان، بين مين ومين؟ بين الدونر سايت، المكان المتبرع، والريسيبيانت سايت، المكان اللي هيستقبل. فقال لي مثلا على سبيل المثال هنقسمهم الى ثلاث اشياء، يا اما تبقى لوكال، يا اما تبقى ريجونال، يا اما تبقى ديستنت. قال لي اللوكال فلاب دي بتكون ايه؟ المسافه عندنا بين الدونر سايت وبين الريسيبيانت سايت ما بيكونش فيه سبيس، هما الاثنين اولا بيبقوا في نفس الاناتوميكال سايت، واثنين بيكونوا كلوز تو ايتش اذر، عندنا كلوز بروكسيميتي، يعني هما الاثنين قريبين جدا من بعض. قال لي مفيش تيشو بينهم وبين بعض، نو تيشو ان بتوين، يبقى في نفس الاناتوميكال سايت، كلوز، عندنا كلوز بروكسيميتي ما بين الدونر والريسيبيانت، ومفيش تيشو ان بتوين. ادي اول معلومه. طب تاني معلومه، قال لي زي مثلا على سبيل المثال ايه؟ ادى مثال بالصوره دي، قال لي دي واحده ست عندها قرحه في مناخيرها، عندها جرح او ألسر في مناخيرها، في الانف بتاعتها. طيب لما جيت اعمل له ريبير خدت فلاب، خدت حته من الجلد منين؟ من التشيك بتاعها، من خدها، من المكان دوت. يبقى الاثنين دولت المسافه بين النوز وبين التشيك ايه؟ مفيش مسافه اساسا، وهما الاثنين موجودين في نفس الاناتوميكال سايت اللي هو مين؟ اللي هو الايه؟ الهيد والنك يعني. فعشان كده سميناها لوكال فلاب، وساعات المثال ده بيجي لكم في الام سي كيو. قال لي ولكن ممكن تكون نوع تاني هنسميه ريجيونال فلاب. ايه الريجيونال فلاب ده؟ قال لي ريجيونال فلاب ديت بتبقى في نفس الاناتوميكال سايت، ولكن عندنا سبيس ما بين مين؟ ما بين الدونر والريسيبيانت سايت. زي مثلا ايه؟ قال لي حد عنده جرح في الانف، وانا لما جيت اصلحه خدت الفلاب من الفور هيد، يبقى الجرح ده في سبيس بين الايه؟ بين الفور هيد، بين ايه؟ بين مقدمه الراس او الجبهه بتاعتنا وبين الانف. فساعتها سميناها ايه؟ سميناها بالمنظر دوت ان هي ريجيونال فلاب، يعني في عندنا انترفيننج تيشو، يعني انسجه موجوده ما بين الدونر سايت وبين الريسيبيانت سايت، هما الاثنين موجودين في نفس الايه؟ الاناتوميكال سايت، موجودين في نفس الريجن، ولكنهم مش ايه؟ مش كلوز لبعض لدرجه ان مفيش انترفيننج تيشو ان بتوين. او قال لي ديستنت فلاب، يعني ايه ديستنت فلاب؟ يعني هما الاثنين موجودين في ديفرنت اناتوميكال بوزيشن. يعني ايه؟ يعني مثلا حد عنده جرح في صباعه هنا، تمام؟ حته منه مقطوعه، خدت الفلاب منين؟ من الجروين بتاعته، من الايه؟ من عند منطقه الايه؟ المنطقه السفليه اللي تحت، ليه الجروين؟
خلاص بيزرعوا هنا صبعه جوه مين؟ جوه الجروين لحد ما يهيل ويرجع تاني يبقى شكله طبيعي. يبقى هنا انا بصلح الدونر، مين الدونر المتبرع؟ الجروين. ومين الريسيبيانت؟ الصباع. طب الفينجر يعني او الفالنجيز. طب الجروين والفالنجيز هل هما الاثنين في نفس الاناتوميكال بوزيشن؟ لا طبعا، يبقى هما الاثنين في ديفرنت اناتوميكال ريجن، ففي الحاله دي بنسميها ايه؟ ديستنت فلاب. طيب قال لي هنقسمها تقسيمه تانيه. ايه التقسيمه التانيه بقى؟ قال لي على حسب الفاسكولار سبلاي بتاعها او الفاسكولار باترن بتاعها. احنا اتفقنا ان انا لو بتكلم وهناخد اشهر فلاب عندنا اللي هي السكين فلاب. احنا اتفقنا ان السكين بتاعتنا، السكين بتاعنا متكون من كام طبقه؟ متكون من طبقه عليا اللي هي الابيدرمس، وبعدين طبقه تحتها اسمها الديرمس. خلاص، والديرمس بتاعتنا دي قلنا ان ماشي تحتها بالظبط اما وصل للسبكوتينس تيشو في المنطقه دي ماشي عندنا مين؟ بلكسس. فاكرين قلنا ماشي عندنا بلكسس، كنا بنسميها الديرمال او السب ديرمال بلكسس. والديرمال والسب ديرمال بلكسس كانوا جايين عندنا من مين؟ من مين ارتري، لو تفتكروا الكلام ده من المحاضره الاولانيه. طيب انا لو خدت فلاب، فلاب لو اقول هاخد سكين فلاب، يبقى انا لازم اعمل ايه؟ يبقى لازم لما اجي اخد هاخد الايبيديرمس صح كده، وهاخد الديرمس، وهنزل لحد ما اخد مين؟ السب ديرمال بلكسس. لان انتوا لو تفتكروا من المحاضره اللي فاتت انا قلت لكم ايه؟ انا قلت لكم ان انا مش بعتبر ان التيشو او النسيج اللي انا خدته من مكان ونقلته لمكان تاني مش بعتبر معاه بلاد سبلاي غير لو خدت بلكسس او لو خدت ايه؟ مين ارتري او لو خدت نيمد ارتري. مظبوط الكلام ده؟ طيب لو انا خدت بقى الابيدرمس والديرمس ونزلت لحد ما خدت الديرمال والسب ديرمال بلكسس، يبقى انا كده ايه؟ يبقى انا كده معايا مش بقى جرافت، لا دي اسمها فلاب، لان هي كده معاها البلاد سبلاي بتاعها. وبنسمي الفلاب دي ايه؟ راندوم فلاب. يبقى الراندوم فلاب بتعتمد على البلاد سبلاي عشان تسرفايف عشان تعيش على مين؟ على الدرمال والسب درمال بلكسس. على عكس نوع تاني، لو انا زودت السمك بتاعي، يعني ايه؟ خدت السكن ايبيدرمس ودرمس ونزلت للسب كوتينس وفضلت مكمل لحد ما خدت مين معايا؟ خدت معايا الارتري الكبير ده اللي هو مين؟ اللي هو النيمد ارتري، اللي هو يعني ايه؟ الفيسل الكبير. فاكرين؟ هذكركم تاني من المحاضره اللي فاتت، لو تفتكروا لما جينا شرحنا خلاص قلنا ايه؟ قلنا ان احنا عندنا مين ارتري، مظبوط الكلام ده براجع لكم، وعندنا ارتريز ثانيه الدايركت كوتينس والماسكلو كوتينس والستو كوتينس، وبعد كده بيروحوا يعملوا الديرمال والسب ديرمال بلكسس. انا عشان طول ما هي فوق الديرمال والسب ديرمال بلكسس خدت اي جزء من السكن هسميه ايه؟ جرافت، لان معهوش بلاد سبلاي. طب مجرد ما خدت من اول الديرمال بلكسس او السب ديرمال بلكسس او خدت اي ارتري من دول كبير بسميها ساعتها ايه؟ فلاب مش جرافت. لو اعتمدت فيها على البلكسس يبقى اسميها راندوم، خلاص كده، او بيسموها ايه؟ راندوم فلاب. طيب طب لكن لو اعتمدت عندي على ارتري مين ارتري ساعتها بنسميها ايه؟ بنسميها اكزيال فلاب. يبقى الراندوم فلاب اهيت بالشكل ده، ولو نزلت بالسمك بتاعي لحد ما خليت البيز بتاعي يبقى فيه المين ارتري، في الحاله دي هسميها اكزيال فلاب. دي بتعتمد في السرفايفل على المين ارتري اللي كنا قلت لكم ساعات بنسميه انيمد ارتري، يعني ارتري ليه اسم. يبقى دي عندها نون ارتري، يعني ارتري معروف موجود فين؟ في الاكزيس بتاعها، يبقى عندها نون اكزيال ارتري. لكن الثانيه ما عندهاش اناتوميكلي نون اكزيال ارتري. قال لي خلي بالك من حاجه، لما انا باجي اخد راندوم فلاب، يعني لما اجي اخد فلاب بشكل اللي هو بالطريقه الراندوم ديت، قال لي بقى بتكون ايه؟ قال لي هنا ما اقدرش اخد ايه غير ان اللينس بتاع الفلاب بتاعي طولها يكون ايه؟ قد عرضها، يعني الريشيو بينهم تبقى قد ايه؟ واحد لواحد. يبقى اللينس للويتس لازم يكون واحد لواحد، يعني لو رفعت حته قد كده يبقى لازم اخد ايه؟ الويتس بتاعها يبقى قد كده، تمام؟ يبقى لو هاخد فلاب يبقى لازم تبقى اللينس بتاعها قد الويتس، تمام؟ لان انا لو زودت اللينس بتاعي، يعني لو زودت في الطول خلاص من غير ما ازود الويتس، يبقى انا ايه؟ كميه الايه؟ البلكسس اللي موجوده عندي هتبقى قليله، خلاص؟ فقال لي ايه؟ دي معاها شويه دايمنشن ليميتيشن. قال لي اللينس للويتس ريشيو بتكون واحد لواحد. الا بس في حاله الهيدن دنك، لان الهيدن دنك اللي هي منطقه الراس والعنق بيبقى ليهم جود فاسكولاريتي، يعني مليانين دم كتير قوي، فبيكون ممكن اخد الريشيو اب تو 1 ل 4، يعني اللينس الطول بتاعي خلاص كده يبقى 1 والويتس بتاعي يبقى كام؟ ممكن يوصل معايا ل 4، تمام؟ ادي كده معلومه.
طيب قال لي ولكن بقى الاكزيال فلاب، قال لي لا دي ما عندهاش دايمنشن ليميتيشن، دي مميزه جدا. طب مميزه جدا ليه؟ قال لي لان هي بتعتمد في اللينس بتاعها على اللينس اوف ذا بلاد فيسل اللي موجود في البيز بتاعتها. طب كل ما البلاد فيسل بتاعنا ده يبقى طويل، كل ما ايه؟ كل ما طبعا هتبقى ايه، هقدر ارفع فلاب تبقى طويله، كل ما الفلاب اللي هاخدها تبقى ايه طويله. خلاص يبقى هي بتعتمد على اللينس عندنا بتاع الايه؟ الفلاب. يبقى تاني مراجعه تانيه اهو، ادي ده الراندوم فلاب وادي ده الاكزيال فلاب. امتى سميناه راندوم؟ قال لي الراندوم ده انا لو خدت الابيدورمس وخدت الدورمس لحد ما خدت بس معاهم مين؟ البرفوريتور، رفعت معايا البرفوريتور خدتهم معايا، في الحاله دي هسميها فلاب وهسميها راندوم فلاب. طيب لو ما كملت بقى خدت الايه، يعني خدت ابيدورمس والدورمس، طب لو كملت لحد ما وصلت للايه، للارتري الاساسي، في الحاله دي بنسميها ايه؟ قلنا هنسميها اكزيال فلاب. تمام. قال لي طيب لو انا جيت بقى ايه، قصيت البيز بتاعي، يعني ايه؟ يعني هنفهم الكلام ده، هضيق البيز، يعني القاعده بتاعتي بدل ما هي معموله كلها من الجلد، لا انا قصقصتها خليتها بس معموله من مين؟ من الفيسل. تمام. بنسميها ايلاند فلاب، هنفهم الكلام ده قدام. طب لو انا قمت قايم قاطعها من المكان بتاعها واخد معايا الارتري الكبير دوت، وقمت قايم رايح موصلها في مكان تاني، في مكان تاني فيه ديفكت، فيه قرحه او فيه ليجن، وصلت فيه السكن وخدت الفيسل بتاعها ووصلته بالفيسل بتاع في المكان اللي فيه الانجري عندي، ساعتها بنسميها ايه؟ فري فلاب. هنفهم الكلام ده اكتر قدام. طيب قال لي ايه بقى؟ قال لي دي تاني تقسيمه تهمني تعرفوها، الراندوم فلاب والاكزيال فلاب. قال لي طب لا عندي تقسيمه تانيه اكوردنج للبيديكل بتاعتها. قال لي ممكن ان انا اقول عليها يوني بيديكل فلاب. يعني ايه كلمه يوني بيديكل فلاب؟ قال لي يعني عندها سنجل بوينت اوف اتاتشمنت تو ذا دونر سايت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو ده جلد كده وانا هرفع هاخد منه فلاب، هرفع الفلاب ديت، لما لو انا رفعتها بالمنظر ده يبقى الفلاب عندها كام بوينت اوف اتاتشمنت؟ عندها واحده بس، يعني هي ماسكه في الدونر سايت بايه؟ بأونلي 1 بوينت اوف اتاتشمنت، لكن من هنا هي فري ومن هنا هي فري حره ومن هنا هي حره. خلاص؟ فبنسميها يوني بيديكل فلاب. قال لي او لا ممكن اعمل فلاب بنسميها الايه؟ باي بيديكل، يعني ماسكه في الدونر سايد بمكانين. قال لي زي مثلا حاجه اسمها بيسموها الابدومينال بوكيت. زي مين الابدومينال بوكيت؟ ساعات مثلا شخص يبقى عنده اصابه، تمام؟ في ايديه. تمام؟ عنده اصابه، جرح اي مكان الجرح. والجرح ده عايزين نقفله ومش عارفين نقفله ازاي. خلاص محتاجين له فلاب، ما ينفعش معاه جرافت. ممكن من ضمن انواع الفلابات ان انا اخد ايد العيان واحط وافتح كده، يعني افتح من هنا، افتح من اليمين بالمشرط بتاعي وافتح من الشمال بالمشرط بتاعي وارفع فلاب من البطن، بس ماسكه هي لسه في البطن بكام بوينت اوف اتاتشمنت؟ ب 2 بوينت اوف اتاتشمنت، وادخل فيها ايد العيان اللي فيها الليجن من هنا. طب لما ادخله كاني بيسموها ابدومينال بوكيت، كاني حطيت ايدي في ايه؟ في جيب جوه بطني، واسيبها لمده معينه، وبعد كده ايه؟ هلاقي الفلاب ديت قفلت عندنا على الايه؟ هلاقي الجلد ده حصل له هيلينج، وبعد كده بطلع ايده من بطنه وحصل له ريكونستراكشن. يبقى دي بنسميها الايه؟ الابدومينال بوكيت. ده نوع من انواع الباي بيديكال فلاب، وساعات بيجي لكم في الام سي كيو. قال لي او ممكن تبقى اسمها ايلاند فلاب. قال لي يعني ايه ايلاند فلاب؟ يعني هي اكزيال فلاب. خلي بالكم معايا، قلنا يعني ايه كلمه اكزيال فلاب؟ يعني رفعت فلاب، تمام، في البيز بتاعها، في القاعدة بتاعتها، في مين؟ في عندنا مين ارتري. قال لي ولكن بقى انا عملت ايه؟ قال لي انا قمت قايم جاي عند الطرف بتاع الفلاب بتاعتي دي وعملت ايه؟ وعملت دايسكشن. كلمة دايسكشن يعني قصقصت، يعني شلت، وريدكشن يعني قللت الايه؟ البيز بتاعتي خلاص كده، او البيديكل بتاعتي، البوينت اوف اتاتشمنت، يعني الجزء اللي الفلاب بي ماسكه فيه مع الدونر سايت، خليتها بس البيز بتاعي يكون مقتصر بايه؟ البيديكل تكون مقتصره بس على الفيسلز بتاعتي. يعني مثلا على سبيل المثال هنا عندنا مين؟ دي فلاب، تمام، موجود مين في البيز بتاعها؟ زي ما حضراتكم شايفين اهو، الريديال ارتري خلاص والكيفاليك فين. يبقى دي انهي نوع من انواع الفلاب؟ ها عايز اجابه؟ دي نوع من انواع الفلاب سميناه، ايوه مظبوط، اكزيال فلاب. تمام. طيب الاكزيال فلاب بتاعتي دي ليه سميناها اكزيال فلاب؟ قلنا لان هي بتعتمد في البيز بتاعها على مين؟ على اكزيال ارتري. خلاص كده بتعتمد فيه على نيمد ارتري. قال لي بقى لا انا مش هخليها بالمنظر ده، مش هخلي ليها بوينت اوف اتاتشمنت كبيره كده، لا
ده انا هقصقص البوينت اوف اتاتشمنت دي بحيث انها تقتصر بس على مين؟ على الفيسلز بتاعتنا زي الراديال ارتري وزي مين؟ الكيفاليك فين. في الحاله دي هسميها ايلاند فلاب لانها شبه الجزيره. طب قال لي لا، ده ممكن اعمل حاجه تانية اسميها فري فلاب. ايه الفري فلاب دي؟ هقوم قايم قاصص هنا. الله، ده انا قطعت الراديال ارتري والكيفاليك فين، مظبوط، وتبقى فري يعني حره، واخدها في مكان تاني في ليجن، اوصل الارتري دوت اللي هو الراديال ارتري مثلا بايه؟ بالارتري اللي موجود عندنا في الريسيبيان سايت اللي هو المكان اللي هيستقبل الفلاب بتاعتي ديت. طب انا ليه بعمل الايلاند فلاب وبعمل الفري فلاب؟ لان هما بيدوني حريه اكتر في الحركه، خلاص، على عكس ما لو كانت الفلاب دي معتمده بالشكل ده بالمنظر ده، يعني البيديكل بتاعتها واسعه كده، خلاص هنا الحركتها هتبقى صعبه شويه. طيب ساعات بيجي لكم بعض الامثله، تمام؟ ايه الامثله ديت؟ الحته دي ساعات بتجي لكم في الام سي كيو، بتتسالوا عليها يا اما في شكل صوره ويسالك ايه الفلاب ديت معتمده على انهي ارتري او مين الارتري اللي بيعمل لها سبلاي. فهناخد اول مثال عندنا اللي هو مين؟ اللي هو التمبرال اللي هي موجوده في التمبرال ريجن فور هيد فلاب. قال لي دي بتعتمد على ارتري اسمه السوبرفيشال تمبرال ارتري. طيب فلاب تانية اللي هي التشيك فلاب اللي هو الفلاب اللي انا هاخدها من التشيك من خد العين، زي مثلا الست دي الحاله دي كان عندها ليجن هنا شالته، طب بقى مكانه في مكان ديفكتيف، في قرحه، في حته فاضيه، في حته ما فيش فيها انسجه، محتاج ان انا اعمل لها ريكونستراكشن، فاخدت الفلاب من المكان دوت من التشيك بتاعي. طب الفلاب اللي في التشيك وشدتها وقفلت بيها خدت غرز هنا، معتمد على مين الفلاب اللي في التشيك؟ قال لي معتمد على ارتري اسمه السوبيريور ليبيال ارتري، السوبيريور ليبيال ارتري، تمام. طيب الفور ارم فلاب، تمام، قال لي بتعتمد على ارتري اسمه الايه؟ الراديال ارتري. بعد كده الجروين فلاب اللي هي موجوده عندي في المنطقه اللي من تحت ديت، خلاص قال لي دي بتعتمد على ارتري خلاص كده اسمه الايه؟ اسمه السوبرفيشال سيركمفلكس الياك ارتري، خلاص الاسم علينا. طيب الفلاب اللي انا اخدها من الرجل من تحت اللي هي اسمها الدورسال فوت فلاب، اخدها من على الدورسم اوف ذا فوت، قال لي دي لو انا اخدتها بتعتمد على انهي ارتري؟ بتعتمد على الدورسالس بيدس ارتري، تمام. والفلاب الاخيره هي الترام فلاب اللي هي جايه منين؟ جايبينها من الترانسفيرس ريكتس ابدومينس ماسل، دي عباره عن جزء من الريكتس ابدومينس ماسل بتاعتنا، خلاص، ايه ايه بالتيشوز اللي حواليها بنستخدمها بنرفعها بناخدها كفلاب، بتعتمد على انهي بلاد سبلاي؟ السوبيريور ايبيجاستريك ارتري، خلاص السوبيريور ايبيجاستريك ارتري هو ده اللي بيستخدمه. وقال لي اشهر مثال عليه بيستخدموه في السيدات اللي بعد ما بيشيلوا الثدي بتاعهم بعد ما يعملوا عمليه الماستكتومي وتشيل الثدي بتاعها نتيجه وجود سرطان فيه او ما شابه، ببدا اعمل ريكونستراكشن اعاده بناء للمكان الفاضي ده بان انا استخدم مين؟ ترام فلاب. وادي هنا عندنا مثال للترام فلاب، ادي واحده ست عملت عمليه ماستكتومي نتيجه ان كان عندها سرطان، خلاص، وبعد كده بتروح لدكتور التجميل بيحاول يعمل لها ريكونستراكشن اعاده بناء للمنطقه دي. طب خد تيشوز منين؟ من الترانسفيرس ريكتس ابدومينس ماسل بتاعتنا كفلاب وعمل لها ريكونستراكشن اعاده بناء عشان يحاول يرجع الشكل زي الاول تاني. طيب هنبدا بقى ناخد نوع معين من الفلاب اللي هو مين؟ طبعا خلي بالكم الجدول ده اكتبه جنبه ام سي كيو مهم. طيب دلوقتي هنتكلم على نقطة بقى لوحدها اللي هي مين؟ اللي هي اللوكال فلاب. قال لي مبدئيا اللوكال فلاب، قلنا يعني ايه كلمة لوكال فلاب؟ قلنا يعني فلاب خلاص كده موجودة في نفس الاناتوميكال سايت والديستنت عندنا بين الدونر وبين الريسيبيانت از ايه؟ بيبقوا فيري كلوز ومفيش بينهم انترفيننج تيشو. قال لي طب ايه مميزاتها؟ قال لي مبدئيا ان الدونر سايت والريسيبيان سايت قريبين من بعض. لما باجي بعمل لما اجي اي مثلا لو في عندي ديفكت هنا كده المكان ده فيه ليجن، خلاص، هاخد منين؟ هاخد مثلا يعني دي حته من الوش، هاخد من الجلد اللي حواليه، تمام، احركه واشده واقفل بيه على الليجن ده بغرز، خلاص. يبقى في الحاله دي قال لي ان دي بتكون ايه؟ رابيد بروسيدور، سريعه، اعملها في وان ستيج في مرحله واحده بس.
قال لي كوزمتيكلي بيتر، يعني كشكل تجميلي او كشكل جمالي كويسه جدا. طب ليه؟ قال لي لان هي بتشابه اللوست سكين. ايه كمان؟ قال لي مش هتسيب ديفكت في مكانها ان كيس اوف رومبويد او روتيشنال فلاب، هنفهم الكلام ده قدام. طب ايه عيوبها؟ قال لي بقى ايه؟ ليها بعض العيوب هنفهمها دلوقتي لما ناخد ايه؟ لما ناخد الانواع بتاعتها. قال لي بص، اللوكال فلاب دي انا بقسمها على حسب الحركه. قال لي ممكن تبقى نوع اسمه روتيشنال فلاب. ده عباره عن ايه الروتيشنال فلاب ده؟ والصور مهمه يا جماعه وعلينا. شخص مثلا عنده ليجن هنا، عنده يعني زي اصابه في المنطقه دي، تمام؟ او مكان ديفكت مفيش فيه انسجه. نبدا نعمل ايه؟ ابدا ان انا افتح بالمشرط بتاعي الجلد اللي حواليه بالمنظر ده، اعمل سيمي سيركل، يعني اعمل نص دايره، سيمي سيركولر فلاب، وبعد كده اعمل لها روتيشن، اشد الجلد بتاعي وابدا ان انا اخد غرز في مين بالمنظر ده، واقفل المكان اللي فيه ديفكت. يبقى روتيت اراوند الاكسس بتاعه تو كفر الاريا ويز ديفكت، تمام؟ طب سؤال، هل انا لما كان في عندي قرح هنا وشديت الجلد بالمنظر ده، قال لي الشده دي هل ثابت مكانها؟ يعني هل ثابت ديفكت في الريسيبيان سايت؟ قال لي لا، يعني المكان اللي انا خدت منه مفيش فيه ايه؟ مش فاضي، او مفيش فيه ما سبتش مكانه ديفكت مطرح ما انا خدت، يبقى نو ديفكت از ليفت ان ذا ريسيبيان سايت ات ذا دونر سايت. بس خلي بالي من حاجه بقى، قال لي مشكلتها في حاجه، ان انا ما اقدرش ازود الحركه قوي، يعني ما ينفعش مثلا يبقى الليجن موجود فين؟ موجود هنا خلاص، وانا اشد الجلد المسافه دي كلها، لا لازم هما الاثنين يبقوا لازقين في بعض. يبقى قال لي لان انا كل ما بزود الموفمنت، كل ما ازود الشده الحركه اللي انا عملتها للفلاب بتاعتي لحد ما تروح تغطي المكان اللي فيه ديفكت، كل ما بزود التنشن، وكل ما يحصل عندنا ايه؟ كل ما البلكسس اللي موجوده في البيز عندنا تبدا انها ايه؟ تبقى مشدوده وتبقى مقفوله، فده هيكمبرومايز، هياثر على البلاد سبلاي بتاعنا. يبقى كل ما ازود الموفمنت بتاعتنا، كل ما التنشن عندي هيزيد على الفلاب بتاعتي، كل ما ده هياثر على البلاد سبلاي. يبقى ده الكلام بتاعي على الروتيشنال فلاب. قال لي في نوع تاني وهنفهم بقى اكتر الروتيشنال فلاب لما ناخد النوع التاني، اسمه ترانس بوزيشن فلاب. يعني ايه الكلام ده؟ شخص مثلا عنده هنا تعويره، عنده هنا ليجن، اصابه، تمام؟ طيب عمل ايه بقى؟ قمت قايم انا جايب المشرط ورافع الجلد اللي حواليه كده، اخد منه فلاب. طبعا خدت السكن بالايبيديرمس ومعاها الديرمس ونزلت لحد السبديرمال بلكسس. خلاص كده يبقى لي نوع من انواع الفلاب، ها ممتازين، هتبقى ايه؟ راندوم فلاب. وبعد كده بدات ان انا احرك الايه؟ الفلاب بتاعتي الى الناحيه الثانيه، واقوم قايم مخيطها. يبقى انا كده عملت ايه؟ قفلت المكان اللي فيه عندي ديفكت. بس حد هيقول لي حاجه، ثواني، انت هنا ايه؟ سبت ديفكت عندك في المكان الايه؟ في الدونر سايت. يبقى دي كده اول مشكله، يبقى محتاجه ان المكان ده ان هو يتغطى بحاجه تانية، في الاغلب بنغطيه بايه؟ بكرافت، تمام؟ يبقى قال لي ده عباره عن ايه؟ عباره عن ريكتانجل، ريكتانجلر شيب فلاب ذات از ريزد، يعني هرفعها وتبقى ترانسبوزد، يعني احركها من مكانها الونج الاكسس، يعني بطول القطر بتاعها، عشان تروح تغطي المكان اللي فيه ديفكت. قال لي خلي بالك لازم التيشو بتاعتي تبقى لاكس، تبقى كده ايه يعني؟ يعني لاكس يعني طريه، تقدر ان انا احركها، يبقى فيها لاكس دي مرنه، يعني فيها مرونه. قال لي حاجه تانية، ان انا بعد ما حركت وغطيت الريسيبيان سايت، المكان اللي انا خدت منه اللي هو الدونر سايت هتسيب مكانه ديفكت، محتاج ان هو يتغطى، محتاج ان يبقى فيه ايه؟ كفرج. خلاص في الاغلب بنغطيها بجرافت. قال لي ده كده الترانسبوزيشن. قال لي في نوع تاني اسمه الادفانسمنت فلاب. ده عباره عن ايه؟ واحد عنده ليجن في المكان ده، قمت قايم انا رافع بالمشرط بتاعي فلاب بالمنظر ده، قطعت من هنا بالسكن وقطعت من هنا السكن وشديته لقدام، بنسميه ايه؟ ادفانسمنت فلاب. وقمت قايم اخد غرز وقافل بيها المكان اللي فيه عندي ديفكت. فقال لي ده عنده ايه؟ قال لي ده الطريقه دي بتبقى طريقه سيئه، لان التنشن في الاغلب بيكون عالي قوي، وفي الاغلب بتكون عندها ايه؟ عندها البورست والليست ديزايربل ميثود اوف فلاب.
ولازم التيشو تبقى لاكسي، بتبقى مرنه عشان اقدر احرك الحركه دي. يبقى ده نوع من انواع اللوكال فلاب، بنسميه ايه؟ بنسميه ادفانسمنت فلاب. وزي ما انتم شايفين الراجل كان عنده ليجن هنا، حركت الفلاب بتاعتي لقدام وخيطت خلاص، وبعد كده مع الوقت بعد الغرز ما اتفكت بقى بالمنظر ده شكله طبيعي تماما. تمام، يبقى عملت له ريكونستراكشن. قال لي ده كده اكوردنج للموفمنت. طيب اكوردنج للشيب، بناء على الحركه بتاعتي. قال لي ايه بقى؟ قال لي اكوردنج للشيب في عندي نوع اسمه رومبويد فلاب. ايه الرومبويد فلاب ده؟ قال لي يعني مثلا عندي هنا ديفكت، هبدا ارفع شكل الرومبويد واحركه خلاص، احركه بالمنظر ده، اشده كده. طب لما اشده كده هاخد غرز. قال لي رومبويد فلاب ده اولا نوع من انواع الترانس بوزيشن، يبقى لو بالموفمنت هو ترانس بوزيشن فلاب، وفي نفس الوقت هو ايه؟ مش بيسيب ديفكت مكان الدونر سايت، مش بيسيب ديفكت مكان الدونر سايت لان شكله رومبويد ومش ريكتانجولر. تمام، ودي كل كل الكلام ده بيجي في الام سي كيو. قال لي لا، ممكن بناء على الحركه حاجه نسميها الفي واي ادفانسمنت فلاب. يعني ايه الكلام ده؟ واحد مثلا صبعه مقطوع بالمنظر ده، طب انا عايز اعمل ريكونستراكشن للجزء المفقود ده، هعمل ايه؟ هعمل انسيجن، هفتح في الجلد بشكل حرف الفي. تمام، وابدا احرك الجلد بتاعي، ارفعه لفوق والفه حوالين الديفكت، وابدا اخد غرز بشكل حرف الواي، وفي الحاله دي هنسميها في واي ادفانسمنت فلاب. قال لي برضو دي ميزتها ان هي مش بتسيب ديفكت في الدونر سايد بتاعنا. يبقى دي ده المنظر بتاع مين؟ الفي واي ادفانسمنت فلاب. قال لي ونوع تاني اسمه الزد بلاستي. ايه الزد بلاستي ده؟ قال لي ده عباره عن ايه؟ عن ان انا بعمل تو تراينجولر، برفع الجلد بتاعي. يعني مثلا قال لي ده على سبيل المثال واحد عنده اسكار، عنده ايه؟ زي ندب في المكان ده، شكله وحش، شكله سيء. طب احنا عايزين يعني نشيل شكل الاسكار السيء ده، بنعمل ايه؟ بنيجي هنا ونرفع تراينجل، ونيجي بالناحيه الثانيه ونرفع فلاب في شكل تراينجل، وابدا اجيب التراينجل نمره واحد مكان تراينجل نمره اثنين، وتراينجل نمره اثنين مكان تراينجل نمره واحد بالمنظر ده. خلاص، يبقى انا رفعت الجلد من هنا ومن هنا وقفلت. طب انا الرفعه بتاع القفله اللي انا قفلتها دي قفلت بشكل حرف الايه؟ في شكل حرف الزد. فقال لي ان انا عملت ايه؟ جبت اتنين تراينجل عملت لهم ترانس بوزيشن، وير اتش تراينجل از اليفيتد، اترفع واوكيوباي الاوريجينال الايه الاذر، يعني التراينجل الثاني اوريجينال بوزيشن. قال لي ده اهميته ان هو بيلنسن الاسكار، بيطولها ويغير شكلها. ولكن بيجي لكم في الام سي كيو يقول لي هل الزد بلاستي ده بيمنع تكوين الاسكار؟ لا، it don't prevent scar، ولكن هو ايه؟ بستخدمه كنوع من انواع العلاجات للاسكار بتاعتي. طب نرجع بقى تاني، يبقى انا لو جيت سالتك ايه المميزات بتاعت اللوكال فلاب، هتقول لي في حاله الروتيشنال وفي حاله الرومبويد فلاب ما بيكونش فيه ديفكت عندنا في المكان الدونر سايت. اظن احنا فهمنا ازاي. تمام، قال لي ايه كمان عيوبها؟ ان هي ليميت التيشو از ايه از افيلبل، يعني جزء صغير. احنا اتفقنا ان كل الانواع اللي احنا قلنا عليهم في اللوكال فلاب دولت كانوا ايه؟ ها، كانوا اكزيال، ودي قلنا لازم اللينس يبقى علاقته بالويتس تبقى ايه؟ 1 تو 1. تمام، قال لي ولازم عشان كده ليميت التيشو، ما اقدرش اخد كميات كبيره من الجلد بتاعي، على عكس الجرافت اللي ممكن اخد كميات كبيره لو كانت سبليت سيكنس جرافت. قال لي كمان التيشو لازم تبقى لاكس، لازم يبقى فيها تبقى رخوه كده عشان اقدر ان انا او مرنه اقدر ان انا احركها. تمام، ادي كده تاني معلومه. طب تالت معلومه، قال لي في بعض الفلابز بتسيب مكانها ها اريا لاكينج سكين، مكان ايه؟ مكان الدونر سايت، المكان المتبرع، هتسيب مكان فيه فاضي مفيش فيه جلد. تمام، زي مثلا في حالات الترانس بوزيشن فلاب. ايه كمان؟ قال لي كل ما بزود الموفمنت بتاعت الفلاب بتاعتي كل ما ده هيكمبرومايز البلاد سبلاي او البلاد فلو، لان انا لما بشد الفلاب اكتر بزود التنشن عليها، فاقفل الفيسلز اللي موجوده من تحت في البيز بتاعتها اللي هم البلكسسات خلاص، فيبقى عندنا ليميتيشن في ايه؟ في الموبيليتي، ما اقدرش احركها لمسافات طويله. خلاص، يبقى ده كده المنظر بتاعنا، وكده احنا فهمنا ايه هي اللوكال فلاب بالحركات بتاعتهم. ايه كويس جدا. طيب قال لي لا، عندي نوع تاني من الفلاب اسمه ديستنت فلاب. ايه الديستنت فلاب ده؟ قال لي يعني في مكان ما بين تو اناتوميكال ايه ريجن ديفرنت فروم اتش اذر، يبقى ايه؟ يبقى ترانسفيرد فروم وان اناتوميكال ريجن تو انذر. قال لي زي مثلا مين؟ واحد عنده حته من صباعه هنا اتقطعت، طب عايز يعمل لها ريكونستراكشن، هيرفع فلاب من صبعه التاني
ويشدها ويقفل بيها الصبع ده، بيسموها كروس فينجر فليب. تمام؟ او والله نوع تاني، واحد عنده هنا اصابه شديده هي جدا هنا، هيبدا يرفع ايه؟ هيرفع جزء من الجلد اللي هو السكين بتاعنا خلاص من الرجل التانيه، ويروح يغطي بيها الجزء اللي فيه ديفكت، فبيسموها كروس ليك فليب. طب في دكتور شاطر او دكتوره شاطره هيقول لي الله، طب ما انا شايف اهو يا دكتور ان في حته هنا فاضيه مفيش فيها سكين، دي هعمل فيها ايه؟ هغطيها بجرافت. هغطيها بايه؟ بجرافت. هيقول لي الله، طب ما كنت غطيت اصلا المكان اللي فيه اصابه بجرافت، طب بدل ما اغطي المكان بتاعي اللي هو الدونر المتبرع بجرافت، طب ما اغطي المكان اللي فيه اصابه بجرافت وابقى سبت المكان ده سليم. قلت له، هقول له لا، هقول له ما هو انا اصلا مش هستخدم فلاب غير لو المكان اللي كان فيه اصابه ده في بور بلاد سبلاي، متعرض لاصابه، عنده بور بلاد سبلاي بير اريا خلاص، لا عشان كده اضطريت احط له فلاب. لكن المكان اللي انا اخد منه اصلا الفلاب ده ايه؟ ده مكان هيلسي، مكان طبيعي، انا مجرد بس خدت منه الفلاب كنوع من انواع التبرع للمكان البايظ، وغطيه بجرافت هيهيل بشكل طبيعي جدا وعادي. طيب النوع الثاني اللي هو الايلاند فلاب، قلنا الايلاند فلاب ده عباره عن يوني بيديك الفلاب، البيز بتاعته القاعده بتاعته بتبقى ريموفد، واسيب بس اونلي سمول تيشوز كونتيننج اونلي الفاسكولار بيديكل، يعني انا برفع البيز بتاعته بحيث ان هي ما تكونش ايه، ما تكونش فيها غير البلاد فيسل. طيب وده ايه الميزه بتاعته؟ قال لي بيديني جريت رينج اوف موبيليتي، يخليني اقدر احركه بسهوله جدا، بيسموه ايلاند لان شكل الفلاب شبه الجزيره، حته كده ايه منفصله عن اللي حواليها. وده مثال، ادي راجل عنده الاصابه في ايديه بالمنظر ده، قاموا قايمين عاملين ايه؟ اخدين الحته دي تمام؟ ومشوا الونج مين؟ ها الحته دي اسمها ايه؟ ده في الفور ارم، اسمها راديال فور ارم فلاب، يعني فلاب جايه من الفور ارم بتاعنا معتمده عندنا على الراديال ارتري. وهبدا ان انا اعمل لها ايه؟ هبدا ان انا ارفعها، خلاص؟ رفعت الفلاب بتاعتنا اهو بالمنظر ده. وبعد كده هاخد الفلاب وابدا ان انا احركها، بقت شبه الايلاند فري، احركها من تحت الجلد بتاعي من هنا واسلكها واطلع بيها واغطي بيها المكان اللي فيه ديفكت وتبقى بالمنظر ده خلاص، وخيط الجلد بتاعي هنا تاني بشكله الطبيعي. دي بيسموها راديال فور ارم فلاب او بيسموها ايلاند فلاب. طب امتى اسميها فري فلاب؟ لو انا خدت نفس الايه الفلابيه بتاعتي دي وقمت قايم عامل ايه، وقمت قايم قاطعها قصتها خلاص، وبعد ما قصيتها يعني قصيتها منين؟ من عند الراديال ارتري ومن عند الايه الفين اللي موجود عندنا، وخدتها وديتها في مكان ديستنت، مكان بعيد قوي خلاص كده، زي مثلا واحد عنده اصابه في كعب رجليه، وقمت قايم موصل البلاد فيسل اللي جواها بالبلاد فيسلز اللي موجوده في الرجلين عن طريق مايكرو سيرجري. قال لي في الحاله دي زي ما انتم شايفين الراجل كان عنده اصابه، خدنا له راديال فور ارم فلاب، حركناه وجبناه عند رجليه، وصلنا الارتريس في بعضها، خدنا الغرز بتاعتنا وقفلنا الجلد، سبت العيان شويه، رجعت رجليه بالمنظر دوت. فده بيسموه الايه؟ الراديال خلاص، سموه سوري الايه؟ الفري فلاب. تمام؟ يبقى اتيز ان ايه، هي عباره عن ايلاند فليب، ولكن الفاسكولار بيديكل قصتها وعملت لها انستموزس ويز فيسلز اوف الريسيبينت سايت باي ذا ايد، بمساعده دكاتره المايكرو سيرجري اللي هم الجراحه الدقيقه اللي هم الفاسكولار سيرجن، وقفلت بيها المكان بتاعي. وبكده يا دكاتره نبقى احنا خلصنا محاضره الفلاب بتاعتنا، محاضره تقيله شويه محتاجه ان هي تبقى متجمعه كلها على بعض، اتمنى تكونوا فهمتوها. عايزكم تعرفوا الصور كويس قوي لان الصور مهمه جدا في امتحان سواء الراوند او في امتحان الفاينل، واي حد عنده اي استفسار يقدر يتواصل معايا عن طريق الواتساب او عن طريق السنتر، وبالتوفيق يا دكاتره ان شاء الله.